طيب احنا النهاردة يا جماعة هنكمل مع بعض رسالة تيموثاوس الأولى اللي شغالين فيها. النهاردة هناخد الأسبوع اللي فات خلصنا إصحاح 3 و4، وزي ما احنا عارفين إن الرسالة من كلها توجيهات في الرعاية كتبها القديس معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس اللي هو الأسقف، بيديله زي ما بنقول توجيهات في الرعاية، ولكن هي كلها وصايا تصلح لنا كلنا في حياتنا، في خدمتنا، في تعاملاتنا مع الناس، في سلوكنا في وسط العالم، في زي ما بنقول في خدمتنا. فهي فعلا رعاية او يعني توصيات لتيموثاوس الأسقف، ولكن زي ما بنقول فيها حاجات مفيدة جدا لينا نقدر نستفيد بيها ونعيش بيها. النهارده نكمل إصحاح 5، وزي ما بنقول هتشوفوا في الآية الأولانية كده بيقول إيه؟ بيقول: لا تزجر شيخا بل عظه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحدثات كأخوات بكل طهارة. زي ما بنقول هو بيكلم أسقف، والأسقف بيتعامل من طبيعة خدمته راعي، راعي وبيرعى كل الفئات من الناس من different يعني age، أعمار مختلفة. بيتعامل مع الشيوخ، بيتعامل مع الأحداث، بيتعامل مع العجائز، بيتعامل مع الأرامل، بيتعامل مع الرجالة والستات والولاد والشبان والشابات. فبيقول له، بيوجهه يعني إزاي يقدر يتعامل يقدر يرعى كل الناس دول، بس يعني الراعي الحكيم هو اللي يقدر يكون له أسلوب في التعامل مع كل فئة. فبيقولوا: لا تزجر شيخا بل عظه كأب. يعني انت بالاخص ان تيموثاوس كان اسقف وصغير في السن، شاب، وهيتعامل مع شيوخ واحد اكبر منه في السن. فطبعا الزجر ده لوحده او الانتهار ده في حد ذاته يعني حاجه ما لا طريق يعني براعي، واحيانا بتبقى مش مناسبه. يعني دي حاجه ربنا دايما بيطلب ان احنا نتعامل برفق مع الناس. فطبعا بيقول له: لا تزجر شيخا بل عظه كأب. يعني حتى لما تتعامل مع واحد اكبر منك في السن كشيخ، انت بترعاه وبتوجهه، بس لما تيجي توجهه تعظه كانه كأب ليك. يعني الرعايه تكون فيها رعايه، ولكن في نفس الوقت فيها احترام وتوقير للاكبر منه في السن. والاحداث كاخوه، الناس الشباب الصغيرين يعظهم او يتعامل معهم كاخوه. والعجائز كأمهات، والحدثات كأخوات بكل طهارة. حتى لما يتعامل زي ما بنقول هو أسقف ولكن شاب، بيحذره هنا أو بيوجهه بمنتهى الحكمة إن برضو لما تيجي تتعامل مع الحدثات يكون المعاملة فيها برضو احترام وفيها حرص، لأن احنا عارفين عدو الخير ممكن يخش من فين، وزي ما بيقول الإنجيل يعني لا نجهل أفكاره. فبرضه نتعامل بطريقة فيها حرص وحشمة وتوقير الحدثات كأخوات بكل طهارة. آية 3 يقول: أكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل. كذا آية، كام آية جايين، الباراجراف الجاي ده كله بيتكلم عن الأرامل. والأرامل في الكنيسة الأولى زي ما تعرضنا لها قبل كده في الـ أو الـ وبرضه الشماسات، الكنيسة الأولى كان فيها، الكنيسة كانت عاملة كده فئة اسمها الأرامل، أو يعني في التنظيم الكنسي فئة اسمها، مش من غير يعني مش حاجة رسمية أو يعني وضع يد أو كده أو رسامة، ولكن في فئة في التنظيم الكنسي اسمها الأرامل. الأرامل طبعا زي ما احنا عارفين هم اللي فقدوا أزواجهم، وبيوصي هنا تيموثاوس تلميذه الأسقف إن لازم الكنيسة تهتم بالأرامل، ولكن هيبتدي يحط شروط للأرامل. الأرامل فيهم أنواع كتير جدا من الأرامل زي ما هنشوف. في أرملة تبقى ملهاش أي حد، وفي أرملة تبقى لها واحد أدخل حد. في أرامل يكون لهم أولاد أو حفدة ممكن يهتموا بيهم، في أرامل ملهمش حد يهتم بيهم. في أرامل ممكن يكونوا قريبين من الكنيسة أو من ربنا، وفي أرامل بيبقوا يعني زي ما هنشوف بعد كده في آية 6 بيقول المتنعمة، اللي هي يعني ناس مش حد مش مهتم قوي
او مش قريب من الكنيسه، او مش قريب من ربنا. في ارامل كبار في السن، في ارامل صغيرين في السن، فهيبتدي يحط تنظيم للتعامل بتاع لفئه الارامل. والارامل كانت زي ما بقول الكنيسه عاملاها تنظيم او فئه في الكنيسه، في التنظيم الكنسي، بحيث ان هم ممكن يجات انفولف، يعني يدخلوا ويشتركوا في خدمه الكنيسه، سواء خدمه الفتيات، خدمه السيدات، افتقاد الستات برضو. فكان ليهم خدمه قريبه او خدمه مشهوره في الكنيسة زي الشمسات كده، برضو زي ما بنقول هي خدمه مش بوضع يد او مش رسامه او كده، ولكن فئه منظمه. وطالما الكنيسه بتشغلهم في الخدمه، فهم هيبقوا مسؤولين من الكنيسه وتحت رعايه الكنيسه، وممكن الكنيسه تتكفل بيهم. هم دول فئه الارامل اللي كان اللي هيبتدي يتكلم عنها. فبيقول اكرم الارامل اللواتي هن بالحقيقه ارامل. يعني ايه؟ يعني في ارامل هنعتبرهم ارامل، وفي ارامل مش هنعتبرهم في فئه الارامل، عشان كده بيقول هن بالحقيقه ارامل. ولكن ان كانت ارمله لها اولاد او حفده، فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة. يعني لو في أرملة زي ما بنقول لها أولاد، ولا فقدت زوجها ولكن لها أولاد ولها أحفاد، فلازم أهل بيتها دول يتعلموا أن هم يهتموا بهذه السيدة، لأنها من أهل بيتهم أو من قريبة ليهم يعني، ويوفوا والديهم المكافأة. زي ما الوالدين بيهتموا بأولادهم فترة من فترات، برضو الأولاد مطلوب عليهم أو المفروض عليهم إن هم هيهتموا بوالديهم فترة من الفترات، لما يكونوا محتاجين لخدمتهم، لما يكونوا محتاجين إن هم حد يرعاهم وهم في سن كبير. المفروض إن الولاد أو الأحفاد يعني يكونوا، عشان كده بيقولوا لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. دي حاجة ترضي ربنا، وربنا يفرح بيها لما يكون حد بيهتم بأهل بيته. فبيقول لو كانت أرملة لها أولاد أو حفدة، فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة، يعني لو في بقى واحدة ملهاش حد يهتم بيها، بالحقيقة أرملة ووحيدة، فقد ألقت رجاءها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا. يعني خد بالك ان في ناس ممكن ما يبقى لهمش حد، ما لهمش حد يرعاهم، ما لهمش حد ياخد باله منهم، ودول بيبقوا خلاص بقى ما لهمش حد الا ايه، الا ربنا. ألقت رجاءها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، فدول يكونوا ملزمين من الكنيسة. دول بقى الكنيسة هتبتدي تهتم ايه، هتهتم بيهم. يقول كده في آية 6، وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. المتنعمة يعني اللي تبقى أرملة وما لهاش حد، ولكن إيه، مش اهتمامها في ربنا، مش اهتمامها في وصية ربنا إن هي تعيش حسب الروح، ولكن هي اهتمامها عالمي، يعني اهتمامها في العالميات، مش مهتمة قوي بحياتها الروحية. دي يسميها هنا بولس الرسول المتنعمة. المتنعمة طبعا آية صعبة لما الواحد يفكر فيها، المتنعمة فقد ماتت وهي حية. طبعا متنعمة أو متنعم ده كلام ينطبق علينا كلنا، يعني عايز يقول لنا هنا إن الواحد لما يهمل علاقته بربنا وعشرته بربنا ويهمل علاقته، يعني حياته الروحية، ويبتدي يهتم بالأرضيات وبالعالميات، وإن هو يكون يعيش بطريقة فيها يعني زي ما بنقول عالمية، ده يبقى مات وهو إيه؟ وهو حي. يبقى مات وهو حي. المتنعم أنا أو قريتها المتنعم، كذا، حازم لو سمحت، أنا قريتها كذا مرة اتفضلي. ديت، وكنت فاكرة متنعمة يعني مش محتاجة حاجة. لا، مش مقصود إن مش محتاجة حاجة، هي المقصود إن هي اهتمامها في زي ما بنقول في العالم، اهتمامها في العالم، يعني مش مهتمة بقى ان هي تبقى قريبة من ربنا، رغم ان هي زي ما بنقول ممكن تبقى متقدمة في السن، ولكن مش ده العلاقة بربنا او بالكنيسة مش في بعيدة. البرايورتي بتاعها، بعيدة. المتنعمة فقد ماتت وهي حية.
وزي ما بنقول، ودي برضو يمكن يعني تنبهنا ان الواحد دايما يهتم، ما يهتمش بحياتنا القصيره اللي على الارض، بانما دايما يكون اهتمامنا ايه في السماء وفي السماويات وفي علاقتنا بربنا. المتنعمه فقد ماتت وهي ايه؟ وهي حيه. فاوصي بهذا لكي يكن بلا لوم، وان كان، ويرجع تاني يقول، وان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وهو شر من غير المؤمن. يعني الواحد اول حاجه لازم يهتم بيها هي اهل، هي اهل ايه؟ اهل بيته. لو تفتكروا في الاصحاح اللي كان اصحاح قبل كده، فكان اصحاح 3 اعتقد، لما كان بيتكلم عن شروط اختيار الاسقف واختيار الشماس واختيار الشماسات، وكان يقول ان هم لازم يكونوا قبل ما يهتموا بالكنيسه ويهتموا برعايه الشعب ويهتموا بخدمه ربنا، ان هم يكونوا مدبرين بيوتهم ايه؟ بيوتهم حسنا. لو تشوفوا اصحاح 3 كده كان يقول، حسنا يقول على الاسقف، يقول ان كان احد لا، وعدل على الاسقف، ان كان احد لا يعرف ان يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسه الله؟ ده كان من شروط اختيار الايه؟ الاسقف. ونفس الحكايه في الشمامسه، يقول الشمامسه لازم يكونوا مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا. فلازم الواحد دايما يهتم باهل ايه؟ باهل بيته اولا، قبل ما يطلع يخدم بره لازم يكون نكون مهتمين بايه؟ باهل بيتنا. فهو هنا بيقول لازم اوصي بهذا لكي يكون، ان كان احد لا يعتني بخاصته، ان كان احد لا يعتني بخاصته لا سيما اهل بيته فقد انكر الايه؟ انكر الايمان، فقد انكر الايمان وهو شر من غير المؤمن. يعني اهم حاجه الواحد يهتم باهل بيته القريبين منه، ومن وبالاخص لو كانوا محتاجين، ولا يثقل بيهم على الايه؟ على الكنيسه. فآية 9 بتبتدي بقى يحط الشروط لفئه الارامل اللي بنتكلم عليها كده، يقول لتكتتب ارمله ان لم يكن عمرها اقل من 60 سنه. يعني الارمله اللي تحسب ارمله اللي تخش في فئه الـ 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 او التنظيم الكنسي بتاع الارامل، تكتتب ارمله ان لم يكن عمرها اقل من 60 سنه، يعني تبقى 60 سنه فما ايه؟ فما فوق. امراه رجل واحد يعني كانت متزوجه مره مشهودا لها في اعمال صالحه، يعني قريبه من كلمه ربنا، قريبه من وصيه ربنا، بتعمل اعمال صالحه، مشهود لها من الكل بان هي بتعمل اعمال خير، يعني بتشتغل في حقل ربنا. ان تكن قد ربت الاولاد، اضافت الغرباء، غسلت ارجل القديسين. دي كلها فضائل حلوه طبعا ربنا بيفرح بيها وبيوصينا بيها، ان تكون ايه؟ اضافه الغرباء. دي من الفضائل الحلوه او المواهب الحلوه اللي ربنا بيحب بيها، زي ما نقرا كده في بولس الرسول لما يتكلم يقول ان اضافه الغرباء دي موهبه بها اضاف اناس ايه؟ ملائكه، زي ابراهيم كده قبل الاباء لما اضاف الثلاث ملائكه او الملاكين والمسيح لما كان قاعد على باب الخيمه. فبولس الرسول يقول لي اضافه الغرباء دي يعني موهبه حلوه بها اضاف اناس ايه؟ ملائكه. غسل ارجل القديسين يعني ودي كانت عاده في الكنيسه القديمه ان هم لما حد يجي لهم يغسلوا رجليه او يغسلوا رجلين الفقراء المحتاجين او كده. وطبعا دي اول واحد عمل كده المسيح له المجد لما غسل ارجل تلاميذه. فيكون اللي تحسب في طائفه الارامل دول او فئه الارامل تكون واحده لها مشهود لها باعمال صالحه، زي ما بنقول الشمامسه والشمسات، مشهود لها باعمال صالحه ان هي ربت اولاد، لو كان لها اولاد ربت اولاد وطلعوا اولاد حلوين، اضافت غرباء، غسلت ارجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. لما يبقى حد في السن ده وارمله وملوش حد يعوله من اهل بيته، دول دي الكنيسه تهتم ايه؟ تهتم. طبعا الكنيسه كانت بتهتم يعني حتى لو حد له اهل من اهل بيته بس ما بيهتمش بيه، كانت الكنيسه بتهتم طبعا. ولكن هو بيقول النظام يعني اللي المفروض ان طبعا كل واحد يهتم باهل بيته الاول. اما الارامل الحدثات، هيبتدي هنا يتكلم عن الارامل اللي هم الصغيرين في السن. اما الارامل الحدثات فارفضهن،
لأنهن متى بطرن على المسيح يريدن أن يتزوجن. بيتكلم هنا عن اللي ترملوا في سن صغير. أحيانا بيترملوا في سن صغير ويقولوا كده، يعني طبعا أكيد بولس الرسول شاف أمثلة عشان كده بيتكلم، بيحط النظام ده إن هم يكونوا مترمين في سن صغير، ويقول إحنا إيه، يقولوا إحنا هنكرس نفسنا لخدمة الكنيسة وخدمة ربنا، ويحبوا إن هم يخشوا في إيه، في طائفة الأرامل عشان يخدموا في الكنيسة. يقول كده إن ممكن يحصل إن هم يبتدوا كده فعلا، وبعد شوية يبتدوا يفكروا في إن هم يتزوجن تاني، ويرفضوا بقى التكريس اللي هم كانوا يعني طلبوه في الأول. عشان كده يقول بعد ما بيبتدوا إن هم يبقوا عايزين يخدموا في الكنيسة، متى بطرن على المسيح يريدنا أن يتزوجنا ولهن دينونة لأنهن رفضن الإيمان الأول. يعني مش بس أحيانا بيرفضوا التكريس اللي هم كانوا كرسوا نفسهم ليه في الأول إن هم يبتدوا في الخدمة ويعيشوا يعني لربنا في خدمته، يبتدوا يدوروا على الزواج أو يفضلوا إن هم يتزوجوا التاني، بل أحيانا بيرفضوا الإيمان نفسه لو حتى لمجرد إن هم يتجوزوا. فبيقول لأ، إحنا الأفضل إن الأرامل الحدثات ما ندخلهمش في طائفة الأرامل دول، ما ندخلهمش في طائفة الأرامل، إنما زي ما هيقول بعد كده هنشوف في الآية التانية إن الأفضل إن هم ليهم إن هم إيه، إن هم يتزوجوا، بدل ما هم بي 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 بيبترن على المسيح ويريدنا أن يتزوجنا ولهن الدينونة لأنهم رفضنا الإيمان الأول، ومع ذلك أيضا يتعلمنا أن يكون بطالات يطوفن في البيوت، ولسنا بطالات فقط بل مهدرات أيضا. يعني زي ما بنقول بيبتدوا إن هم عايزين يخدموا، ولكن يبتدوا في الخدمة وبعد كده يرجعوا في كلامهم ويبتدوا يطوفوا في البيوت ويخشوا البيوت عشان بعيلة الخدمة، ولكن يبتدوا يتكلموا ويطلعوا أسرار ويعني ما يمشوش في الخدمة حسب الخدمة المظبوطة. يعني لسنا ويبقوا بطلات ومهزرات أيضا وفضوليات، يعني يبتدوا يجيبوا في سيرة الناس، يتكلمنا بما لا يجب. عشان كده يقول لا، الحدثات دول ما يبقوش في الأرامل، فأريد أن الحدثات تتزوجن ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشك. يعني الأفضل لما يبقوا حديثي الحدثات كده أرامل بس حدثات، الأفضل اللي هم إن هم إيه، نشجع إن هم يتجوزوا ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت، ولا يعطينا علة للمقاوم من أجل الشك. يعني بدل ما يبتدوا يسوقوا الكنيسة والخدمة في الكنيسة ويعطوا علة للمقاوم اللي هو عدو الخير الشيطان، إن هو يبتدي يقاوم الكنيسة ويقول كده من أجل الشتم، يعني يشتم في الكنيسة، فالأفضل إن إحنا نوجههم إن هم إيه، يتجوزوا ما دام هم حديثي الإيه السن. فإن بعضهن قد انحرفن وراء الشيطان، إن كان لمؤمن أو مؤمنة أرامل يرجع هنا تقول فليساعدهن ولا يثقل على الكنيسة لكي تساعد هي اللواتي هن بالحقيقة أرامل. ماشي يا جماعة الجزء ده، ولا في حد عنده سؤال؟ So far so good. كله تمام يا حازم. آية 17 يقول أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. كلمة الشيوخ هنا مش يقصد بيها الشيوخ اللي هم كبار في السن، ولكن يقصد بيها الكهنة، عشان كده يقول عليهم الشيوخ المدبرون حسنا. انتوا عارفين دايما كلمة الشيوخ في الإنجيل لما بتيجي أحيانا كتير بيقصد بيها اللي هم البريزبيتيروس أو الكهنة اللي هم بيعملوا في حقل الكهنوت. طبعا لأن الترجمة اللي في إيدينا ترجمة بروتستانتية، فكانت اتشالت كل كلمة كهنة أو كهنوت وحطوا بدلها إيه، شيوخ. فيقول الشيوخ المدبرون حسنا، كان الشيخ ده بيعتبر بالأخص اللي هم كبار في السن، زي دلوقتي لما يبقى حد أموس. الأموس يعني إيه؟ يعني مدبر، اللي هو لما بياخد رتبة الأموس يعني معناه إن هو المسؤول عن الكنيسة أو المدبر للكنيسة. تطلع تحت كلمة راعي كمان؟ نعم، تدخل تحت اسم راعي؟
طبعا هم رعاة، هم الشيوخ، هم يعني هو زي ما بقول هو بيكلم الأسقف، والأسقف هيبقى تحته إيه؟ تحته كهنة شيوخ وكهنة شباب ورعاة. فبيقول له بقى الناس الشيوخ دول اللي هم الكهنة المدبرون حسنا، يعني بيعملوا في حقل الخدمة وبيعملوا في الرعاية، يقول يحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. يعني طبعا زمان الناس الكهنة اللي كانوا بيشتغلوا في حقل الكهنوت كانوا بيبقوا ناس غلبانين كمان، ويعني فبيقول دول لهم كرامة مضاعفة، يعني كرامة يعني الكنيسة تهتم بيهم وتديهم كرامة مضاعفة، لأنهم بيشتغلوا في حقل إيه؟ في حقل إيه؟ حقل ربنا، لأنهم بيتعبوا في الكلمة والتعليم، يعني مكرسين حياتهم ومكرسين وقتهم وبيشتغلوا من أجل خدمة ربنا، فلازم يكون لهم كرامة إيه؟ مضاعفة، مش بس إن الكنيسة تهتم بيهم ماديا، ولكن برضو تعطيهم الإيه؟ التوقير والكرامة، إن هم بيشتغلوا في حقل ربنا، بيشتغلوا في الكلمة وفي الإيه؟ وفي التعليم. يقول كده لأن الكتاب يقول لا تكن ثورا دارسا، ودي كانت آية من يعني في العهد القديم كان بيرمزوا بيها، يعني لأن لما بيجوا يربطوا يعني يحطوا تور يحرث الأرض، وهو بيشتغل يقول له ما تكمموش، يعني ليه ما تكمموش؟ يعني هو بيشتغل وعمال يحرث في الأرض ويتعب ويحرث الأرض، يحرث في الحقل، من حقه يلقط، من حقه ياكل، من حقه يعني. فبيقول الكتاب بيقول لا تكن ثورا ايه؟ ثورا دارسا. يعني هو بيشتغل في حقل الخدمه، يبقى برضه يراعى او يهتم بيه من ايه؟ من الخدمه، يعني ياكل من الخدمه. زي ما هو بيشتغل في خدمه ربنا يبقى الكنيسه تهتم بيه وتهتم ب ب ب يعني زي ما هو كرس نفسه الكنيسه ايه؟ زي خادم المذبح من المذبح ياكل. بالظبط كده، زي خادم المذبح من المذبح ايه؟ المذبح ياكل. لا تكن ثورا دارسا والفاعل مستحق ايه؟ والفاعل مستحق اجرته. لا تقبل شكايه على شيخ الا على شاهدين او ثلاثه شهود، ودي برضو كانت موجوده في الناموس بتاع موسى اللي اداهوله ربنا. لا تقبل شكايه على شيخ، وهنا مقصود بيه سواء الشيخ ده اللي هو كاهن او اي حد، يعني ما تتقبلش شكايه او ما تتقبلش شكوى. شكايه يعني شكوى، لو جه حد اشتكى لك من حد سواء كاهن سواء غير كاهن، ما تتقبلش الشكوى دي الا لو في شاهدين او ايه او ثلاثه شهود، لان يعني ممكن حد يكون متضايق من شخص ويروح يشتكيه او يعمل مكيده او يعني فيقول لا تقبل شكايه على شيخ الا على شاهدين او ايه او ثلاثه شهود الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ودي باعتباره ان هو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن الكنيسه، ومسؤول عن الرعاه، ومسؤول عن الخدام، ومسؤول عن الشعب. فبيقول له خد بالك ان ممكن حتى من الناس اللي بتشتغل في الخدمه لو واحد اخطا، والخطا ده كان معلن للكل، معلن للجميع، وممكن الخطا ده يسبب تعب في الخدمه ويسبب ضعف في الايمان ويسبب انتشار تعليم خاطئ او بدعه او كده، لو هي اتعملت في الـ يعني معلنه، يبقى لازم توبخه امام الجميع لكي يكون عند الباقين ايه؟ عند الباقين خوف. انما لو احد اخطا والخطا ده ما كانش معلن او كان مكتوم او ما كانش معروف، فيبقى التنبيه او التوبيخ هيبقى ايه؟ هيبقى بينه وبينه. انما هي الفكره هنا في اني لما يكون عند الباقين خوف، يعني ايه؟ يعني بالظبط زي لو تفتكروا كده مثال حنانيا وسفيرة مثلا. حنانيا وسفيرة لما خطأهم كان قدام الناس كلها وحبوا ان هم يكذبوا على روح ربنا، وجم قالوا ان احنا اتبرعنا اهو بالثمن الحق، فده كان يسبب ايه؟ يسبب ضعف، او يسبب يبتدي يعني حب بطرس الرسول ان هو يعني ينبه ان دي مش صح ان احنا نكذب على ربنا ونكذب على روح ربنا. فكانت التوبيخ ايه؟ قدام الكل، والعقاب جه على طول قدام الايه؟ قدام الكل. وعشان كده حتى في سفر اعمال يقول ان صار خوف للايه؟
الكنيسه اللي صار فيها خوف قدام خوف امام ربنا. لما يبقى خطا معلن، عشان كده برضو لو في حد بيعلم تعليم خاطئ، يبقى من وظيفه الاسقف او وظيفه الكاهن او وظيفه الراعي ان هو لا يقف قدام التعليم الخاطئ، حتى لو كان ادى الى ان هو يعلن هذا الخطا قدام الكل عشان الكل يعرف ان ايه ان ده خطا. انما لو كانت حاجه ممكن علاجها من غير الاعلان، يبقى يعني تعالج من غير ايه، من غير اعلان. مثلا تاني، زي ما عارفين القصه بتاعت بطرس وبولس، لما كان بطرس الرسول راح زار بولس الرسول وهو في خدمته لما كان في مع الامم يخدم في الامم، ويقول كده ان بطرس لما راح لبولس وهم قاعدين بقى ياكل معاه، قاعد معاه وعلى المائده، وقاعدين على نفس المائده ناس من الايه، من الامم، قاعد معاهم واكل معاهم. ولكن تاني يوم لما جم ناس من الاصل اليهودي، بطرس بدا يرجع نفسه كده، يعني ما يقعدش معاهم تاني على المائده. فبدا بولس علنا كده يوبخه قدام الناس، قال له اذا كنت انت يعني ليه بقى نسلك بطريقتين، يعني زي قلت ان احنا لو انت بوشين. لو انت بوشين بالظبط. قال ان هو وبخه قدام الناس علنا، عشان برضو دي كانت حاجه هتاثر على ايه، على مفهوم ان اللي داخل يتعمد لازم يعدي على اليهوديه الايمان، اللي داخل الايمان بالظبط. فقال له اذا كنت انت وانت يهودي بتعيش كأممي، وما ليه بتطالب الأمم ان هم يتهوأوا؟ مش كده؟ ف حد يقول حاجه؟ لا يا حبيبي. مهم جدا ان لما يكون في تعليم خاطئ نصلح، لو والتعليم هيبتدي ياثر على يعني ياثر على الناس او ياثر على التعليم ان جنرال، لازم يتوجه بطريقه ايه، بطريقه عامه. الذين يخطئون ويوبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف وناشدك. وهنا بقى هتلاقوا بيقول له يعني انك لازم تعمل دي بكل احتراس، من غير ما يبقى لك في ضميرك او جوه نفسك اي غرض. يقول اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكه المختارين ان تحفظ هذا بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباه. يعني اوعى تكون بتعمل او بتوبخ حد بمحاباه، يعني ايه؟ يعني انت بتفضل ناس عن ناس. عارفين يقصد الرعاة والشيوخ ولا الخدام والشعب؟ كله كل وظيفه يعني وظيفه الراعي. وظيفه الراعي ان لو شاف اي تعليم خاطئ بيبتدي ينتشر في وسط الرعيه، ان هو يعالجه. لو جه ابونا شافني النهارده بعلم الاولاد حتى الولاد الصغيرين تعليم غلط، لازم ابونا يوقفك. لازم ربنا يوقفني. ولو شاف اي تعليم مش مظبوط او روح تعليم مش مظبوطه في الكنيسه، لازم ابونا عليه مسؤوليه ان هو ولو كنت انا بعمل ده برضو بطريقه علنيه، لازم يعلن ده للكل ان التعليم ده خاطئ، ده غلط. وده اللي بيعمله المجمع النهارده او البابا او الاساقف، لما يشوفوا تعليم خاطئ والتعليم عمال ينتشر يجوا علنا ويقول التعليم ده مش مظبوط، احنا تعليمنا حسب الانجيل كذا وكذا، احنا لا نؤمن بالتعليم المنتشر ده اللي بيقول كذا وكذا. فانما لو حاجه زي ما بنقول ما انتشرتش وممكن ما تبقاش في العالم بالزبط يعني بالظبط. اهم حاجه انها تتعمل من الراعي، لما الراعي يعمل كده ويوبخ تتعمل بدون غرض، يقول كده بدون غرض امام الله والرب يسوع المسيح والملائكه المختارين بدون غرض ولا تعمل شيئا بمحاباه. يعني ما يكونش هو متضايق من فلان ده عشان بيعمل اي سبب ويبتدي يعنفه قدام الناس او كده، دي ما مش الروح المطلوبه، دي مواضيع خاصه بقى. بالظبط. آية 22 يقول لا تضع يدا على أحد بالعجل، وهنا يقصد بيها بقى لما هيبتدي يختار ناس تشتغل في حقل ربنا في الرعاية، سواء كهنة سواء أساقفة تنمين، يقولوا لا تضع يدا على أحد بالعجل، يعني ما تاخدش حد ترسمه بسرعة، ما تستعجلش. وده برضو الكنيسة تشوفوا عندنا هنا كده بيعملوا نفس الحكاية، لازم قبل ما يختاروا الراعي ان هم يدوا له فتره يتاكدوا ان هو مستريح والشعب مستريح والعيله مستريح، يعني ياخدوا فتره كده، ما تبقاش بسرعه اوكي فلان هيبقى راعي او كاهن، يلا فلان هيبقى راعي وكاهن.
لا تضع يدا على احد بالعجله ولا تشترك في خطايا الاخرين، احفظ نفسك طاهرا. ايه جميله قوي، احفظ نفسك طاهرا. طبعا بيوصيه كاسقف، يقول له خد بالك انت حتى من نفسك، لا تشترك في خطايا الاخرين. يعني انت برضو تاخد بالك من سلوكك، لازم تكون قدوه، ولازم تكون تعطي مثل في طاعة الوصية، في اللياقة، في زي ما كنا اتكلمنا في الكلام الإصحاح اللي فاتوا دول. يقول له احفظ نفسك إيه؟ احفظ نفسك طاهرا، طاهرا في طريقة التعامل، طاهرا في التفكير، طاهرا في كل حاجة، تحفظ نفسك إيه؟ طاهرا. آية 23 يقول كده: لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثير. طبعا كلنا سمعنا قليل الآية دي من قبل الخمر كده. يصلح المعدة. أيوة أديكي قلتيها، يعني طبعا هي الآية حتى ما قالتش كده أساس. ما أعرفش احنا لكن ده جبناها منين المشهور. صدقني. المشهور يقول لك إيه؟ يقول لك قليل من الخمر يصلح المعدة. هي الآية ما قالتش قليل من الخمر يصلح المعدة، ده هو واحد عنده ظرف خاص، إن هو كان عنده مرضي. مرض معين في، يقولوا كده إن هو كان زي تليف في الكبد، تليف في الكبد أو كده بيسموه الاستسقاء، وانه بسبب المرض ده كان بيكون ميه كتيره في الجسم. وانتوا عارفين دلوقتي لما حد يبقى بيكون ميه كتيره في الجسم بيدوا له حاجه مدره للبول مثلا او حاجه زي كده. وما طبعا يشرب وقتها ما كانش ميه. في الحكايه دي. الوقت ما كانش في حاجه، فيقول له عشان اسقامك وعشان المرض دي والمرض اللي انت بتعاني منه، ما تشربش ميه كتير، ولكن خمرا قليلا، استعمل خمرا قليلا من اجل معدتك وأسقامه الكتير. طبعا الناس أخذتها إيه؟ قليل من الخمر يصلح الإيه؟ المعدة. المعدة. تعليم خاطئ، ولازم نعرضه يعني عالميا كده. ويقول إيه؟ ويقول خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، وأما البعض فتتبع. يعني في ناس خطاياهم معلنة، زي ما كنا بنقول دلوقتي حنانيا وسفيرة، خطية معلنة تتقدم الى القضاء. يعني اول لما بتبان القضاء بي 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 على طول بتروح للقضاء، يعني لازم يحكم فيها على طول. خطايا بعض الناس واضحه، زي بولس وبطرس اللي كنا بنقول عليه دلوقتي. خطايا بعض الناس واضحه تتقدم الى القضاء، ولكن في احيان بتبقى خطايا مش واضحه. اللي مش واضحه دي هيجي في يوم، وايه عشان كده يقول تتبعهم، يعني تفضل وراهم لغايه لما هتيجي في يوم تعلن، زي ما الانجيل بيقول لنا ان هنيجي في الاخر، في اخر يوم، في الايام، يعني في السماء بقى، هنقف قدام ربنا وكل واحد هيعلن عن كل حاجه ايه عملها، هتفتح الاسفار ويتعلن عن كل حاجه ايه، كل حاجه كان الواحد بيعملها، يبقى كلنا مكشوفين. ففي احيانا خطايا ناس تكون بتعملها، او انا اكون بعمل خطايا معينه مش معلنه، ولكن هتتبعني، ولكن هيجي في يوم من الايام هتنكشف. يقول كذلك ايضا الاعمال الصالحه واضحه، والتي هي على خلاف ذلك لا يمكن ان تخفى. يعني الاعمال الصالحه برضو ما حدش يقدر يقول عليها حاجه، هتبقى واضحه، زي ما بيقول كده اللي بيعمل اعمال صالحه يعني بيتحط كده على بتبان الاعمال على كده على المناره يعني. والتي هي على خلاف ذلك لا يمكن ان تخفى، يعني حتى لو في عمل مش مظبوط هيجي في يوم برضه ومش هيخفى، لأنه هيعلن قدام إيه؟ قدام ربنا. حد عنده أي تعليق أو سؤال في إصحاح 5؟ لا ثانك يو حازم. طيب نخش في 6 كده، نحاول نمشي فيه شوية، نشوف لو قدرنا. إصحاح 6 يقول: جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام. تعرفين دايما في بولس الرسول في الرسائل اللي درسناها قبل كده، سواء فيليبي أو كولوسي أو أفسس، كمان كان بيتعرض لحتة السادة والعبيد. احنا عارفين طبعا ان سمعنا قبل كده ان حتة السادة والعبيد دي هي مش موجودة دلوقتي، وممكن او ناخدها يعني بطريقة تانية، ان احنا كلنا اتحررنا كنا اتحررنا، بس اقصد اقول التعامل اللي زي ما هنا مكتوب ما بين الساده والعبيد، طريقه التعامل يعني دلوقتي ما فيش ساده وعبيد، ولكن
مقصود بيها ان احنا في اعمالنا في شغلنا لينا رؤساء، ازاي نتعامل مع رؤسائنا، وكرؤساء ازاي نتعامل مع الناس اللي ايه اللي ممكن يكونوا بيشتغلوا معانا او بيشتغلوا عندنا او وهكذا. انما طبعا في الوقت ده زي ما بنقول التفسير الحرفي يعني ان كان في سادة وعبيد، وزي ما احنا عارفين ان الكنيسة عمرها ما كانت بتحاول تخش في يعني منازعة مع النظام الموجود في أي وقت، ولكن الكنيسة أو ربنا أو الإنجيل بيحط وصايا طريقة إزاي الواحد يعيش في أي حالة. وكانت بالوصايا الحلوة اللي ربنا بيديها لنا دي بتقدر الدنيا بعد كده تعالج لوحدها من غير ما نخش في نزاع مع الإيه؟ مع السيستم يعني. يعني الكنيسة ما بتحطش نفسها في نزاع مع السيستم، ولكن هي بتنشر تعليم حسب روح ربنا، بروح ربنا، والتعليم ده بيخلي نفس السيستم يصلح نفسه. فهنا يقول جميع الذين هم عبيد تحت النير فليحسبوا سعادتهم مستحقين. يعني لو واحد عند عبد بيشتغل عند حد مش مؤمن بربنا ومش مسيحي، يقول كده لو هو تحت النير يحسب ان سادته دول مستحقين كل اكرام، يعني برضو يتعامل مع سيده بكل ايه اكرام، احترام ما يستهانش بكل بيه، اكرام واحترام بالظبط، لان هو ايه، لان هو ابن ربنا، هو مسيحي، هو يسلك حسب سيده اللي هو ربنا يسوع المسيح. فلو انا حتى رأيي، أنا بتكلم دلوقتي بقى، لو أنا دلوقتي يعني لو أنا رئيسي ده مش من المؤمنين، ولا مش مسيحي، ولا مش شريكي في الإيمان، برضو أنا المفروض علينا أن أتعامل معاه بكل إيه؟ بكل احترام إكرام وإكرام وبكل توقير، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. لأني لو أنا ما تعاملتش معاه بالطريقة دي هيقول لك بص هو المسيحي سبب عثرة بيتعامل بقى، مع الناس إزاي، سبب بتسبب عثرة. عثرة بالظبط، لئلا يفترى على اسم الله وتعليمه. والذين لهم سادة مؤمنون، يعني لو حد بقى عبد والسيد بتاعه مؤمن، يعني لو انا برضو في شغلي ورئيسي ده شريك في الايمان مسيحي، ما استهنش بان هو مسيحي بقى واقول ما هو ده مننا وعلينا، وده اللي بنلاقيه دلوقتي ممكن يحصل كتير، يعني ده مننا وعلينا بقى ومش هيعمل حاجه ومش هي سيبك منه. وسيبك منه، واخدين من بالكم؟ فيقول برضو دي ما فيهاش ايه، ما فيهاش يعني امانه. الذين لهم ساده مؤمنون لا يستهينوا بهم لانهم اخوه، بل يخدموهم اكتر. يعني ده انا بالاولى كمان، ما دام هو اخويا في الايمان ده انا كمان اخدمه ايه؟ اخدمه اكتر. لذلك عشان كده تلاقوا طبعا الناس يقول لك ايه، حتى من جوه يقول لك انا ما شغلش حد مسيحي، يعني انا عارف لو شغلت حد مسيحي هيقول لي ايه؟ هيقول لي بقى هيقرفني مش بتلاقي بتسمعوا احيانا الحكايه دي، يقول لك بجد. يقولوا كده، انا ابعد عن المسيحيين. طبعا ليه؟ لان احنا مش بنسلك زي ما بيقول لنا كده بولس الرسول، هنا بيقول لو الذين لهم ساده مؤمنون لا يستهينوا بهم لانهم اخوه بل يخدموهم اكثر، لان الذين يتشاركون في الفائده هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعد بهذا، يعني كلنا واحنا بنعامل بعض بمحبه، وكلنا بنخاف على بعض، يتشاركون في الفائده هم مؤمنون ومحبوبون. علم وعايز بهذا، يعني خلي التعليم ده يكون ايه، يكون منتشر في وسط شعبك. يبتدي يكلمنا عن محبة المال، يقول ان كان احد يعلم تعليما قبل محبة المال، الاول في شوية حاجات عن التعليم، يقول ان كان احد يعلم تعليما اخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف. يعني ايه؟ يعني لو جه اي حد يبان كده ان هو بيعلم كلمات ربنا يسوع المسيح، ولكن هو الحقيقه مش بيمشي حسب التقوى. يعني ايه؟ يعني ايه التقوى؟ اللي هي الانجليزي جادلينس. جادلينس يعني ايه؟ يعني تعليم ربنا. لو هو بياكت ان هو بيعلم تعليم ربنا، ولكن هو من جوه متكبر وبيدور على يعني مش بيعمله من اجل مجد ربنا، فيقول ده قد تصلف. يعني هو بيدور على نفسه وهو لا يفهم شيئا، بل هو متعلم بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرديه. يعني واحد
مش بيعلم تعليم ربنا من أجل ربنا، ولكن من أجل أي هدف تاني وغرض تاني، مش غرضه روحي، ولكن غرضه أنه هو يتعلل بمباحثات ويبتدي يجادل ومماحكات الكلام، ويقول أن ده بسببه اللي بيحصل منها حسد وخصام وافتراء وظنون رديئة ومنازعات، وناس فاسدي الذهن وعادمي الحق يظنون أن التقوى تجارة. يعني هو واخد التعليم الروحي ده كأنها إيه؟ تجارة. هو واخد التقوى كأنها إيه؟ كأنها تجارة. هو بيبان إن هو بيكرز بربنا، لكن هو عايز يكرز بمين؟ بنفسه. هو عايز ياخد مجد لنفسه، هو عايز ياخد وهو لا يفهم شيء كمان. يعني لو هو كده بنفسه لا يفهم شيء. فهو عشان كده هيقول بعد كده: تجنب مثل هؤلاء، وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. يعني إيه التقوى مع القناعة؟ التقوى يعني إيه هي القناعة؟ قلنا التقوى هو تعليم حسب ربنا، حسب كلام ربنا، والسلوك حسب كلام ربنا، مع القناعة. القناعة اللي هي فيها رضا وشكر واتضاع. والتضاع عكس التسلف بالظبط، فيها رضا وشكر واتضاع. يعني واحد بينادي بكلام ربنا، ولكن برضو هو مش بيعمل لأجل نفسه، ولكن بيعمل في اتضاع وبيعمل وعايش في رضا ودايما شاكر ربنا. يقول ان دي تجارة، بس تجارة عظيمة. يعني دي حاجة هيربح منها ايه؟ هيربح منها الحياة الأبدية، وهيربح منها نفوس، وهيربح منها ملكوت. إنما لما الواحد يكون بيدور على نفسه ومجرد بيتفلسف ونخش في مباحثات ومحاكات الكلام ونسبب خصام، وده اللي شايفينه دلوقتي دايما منتشر جدا في زماننا ده، لما تلاقوا يطلعوا ناس مش هدفهم إن هم يعلموا ولا يعلموا، ولكن هدفهم اللي يسمي نفسه حماة الإيمان، واللي يسمي نفسه مش عارف إيه، واللي يسمي وتبتدي مناقشات فلسفية وخناقات، وتؤدي إلى ناس تبعد عن الكنيسة وتعثر في الكنيسة وتعثر في الإنجيل وتعثر في الخدام وتعثر في التعليم، وتبتدي تبعد عن كلام ربنا. هل دي الطريقة اللي ربنا يفرح بيها؟ يقول لا. تجنب. إنما التقوى مع القناعة، التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ونتجنب كل الحاجات اللي فاتت دي. ونتجنب كل الحاجات اللي فاتت. يقول كده لأننا، هيبتدي بقى يتكلم، يقول لأننا لم ندخل العالم بشيء. وجميلة الآية دي. يقول أننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. يعني إحنا كلنا اتولدنا ما معناش حاجة. كلنا اتولدنا لا نملك شيء، وبرضو هنخرج لا نملك شيء. زي ما دخلنا لا نملك شيء، وهنخرج أرضه برضو لا نملك شيء. ودي كانت كتير من الديسين، وكتير من الأمثلة اللي الواحد يشوفها في حياته، إن في ناس كتير قوي أدركت الحقيقة دي. عشان كده إيه؟ عشان كده هيبتدي بقى يقول، يكلمنا عن 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 المحبة المال. يقول: إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. محبة المال أصل إيه؟ أصل كل الشرور. محبة المال أصل كل الشرور. شهوة المال، شهوة إن الواحد يكون غني، دي أسوأ خطية ممكن الواحد يعني يقع فيها. يعني عارفين ربنا لما قال: لا تستطيع أن تخدم إيه؟ سيدين. إما الله أو إيه؟ أو المال. يعني ربنا نبهنا كده، قالك إن هيطلع إله تاني في العالم اسمه المال. هو ده الإله التاني دلوقتي. أكتر إله بينافس مين؟ بينافس إلهنا رب المجد، مش كده؟ هو ده إله التاني. لا تستطيع أن تخدم سيدين، إما الله أو الإيه؟ أو المال. فمحبة المال أصل لكل الشرور. شهوة الجنة، إن الواحد يشتهي إن هو يبقى غني، دي زي ما بنقول من أصعب الخطايا اللي ممكن تسبب إيه؟
هلاك الإنسان. محبة المال أصل كل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فحتة محبة المال دي مهمة جدا، هيبتدي يتكلم هنا ويقول له بقى، يوصيه يقول له أنت بقى يا تيموساوس، أما أنت يا إنسان الله، ودي كلنا ناخدها لينا كلنا، أما أنت يا إنسان الله اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. تلاقوا نفس الفضائل دي اللي كنا قلناها في الإصحاح اللي فات على طول. يقول كده أنت يا إنسان الله اهرب من إيه؟ اهرب من كل محبة للمال، اهرب من كل مماحكات ومباحثات ممكن تسبب للحسد والخصام، اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. طبعا كل واحدة من دول تحتاج يعني تحتاج موضوع وقت وكلام لوحده. كتير. يقول له كده جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا. جميلة برضو الآية دي، يقول إيه؟ امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا. يعني الواحد لما يجاهد في حياته ويمشي حسب ويتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، يقدر يمسك بالحياة الأبدية، بدل ما هو ماسك في إيه؟ في الحياة الأرضية العالمية اللي هي هتفنى ويبقى بخار يظهر قليلا ثم إيه؟ ثم يضمحل. يضمحل. يعني الواحد لما يفكر كده، الواحد برضه هياخد إيه من العالم، من الدنيا بخار، مهما تحاول نمسك بإيدينا ما بنمسكش حاجة. إنما الحياة الأبدية ممكن إيه؟ ممكن نمسكها. الحياة الأبدية ممكن نعيشها حتى من إحنا وإحنا على الأرض. يقول امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. يعني أنت اعترفت قدام ربنا وكرست حياتك، اعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود وشهدت لربنا، فامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. وصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح. يعني خد بالك بوصيك باعتبارك أنت المسؤول عن الكنيسة وعن الشعب وعن التعليم وعن الرعية، أنك تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه. هنا بيبدأ يتكلم عن إيه؟ الأول كان بيتكلم عن المسيح، ودخل هنا عن ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه أحد من الناس، اللي هو الآب بقى، اللي هو الآب ملك بيقول له الموت. بيقول له انت بتحفظ الوصيه بلا دنس ولا لوم لغايه لما يجي اليوم الاخير اللي هيظهر فيه ربنا يسوع المسيح اللي هو حيادين الاحياء والاموات ملك الملوك رب الارباب. وبعد كده راح ناقل الكلام عن ايه؟ عن الذي وحده له عدد، ناقل الكلام عن الاب ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه احد من الناس ولا يقدر ان يراه الذي له الكرامه والقدره الابديه امين. وزي ما وصاه على ان هو يوصي شعبه بالبعد عن محبه المال وبالبعد عن ان يعني لازم يكون في قناعه وفي تقوى، بدا يوصيه هو بيرسونال يبقى شخصيا، يقول له كمان وصي كمان اللي معاك، اوصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا. يعني الاغنياء الموجودين عندك وصيهم ان هم ما يتكبروش، دايما التكبر او عدم الاتضاع ومحبه المال بيمشوا دايما مع بعض، التكبر والايه، لان محبه الغنى ومحبه المال دي يقول لك انا يعني ربنا هيعمل لي ايه خلاص، فهو انا مش عايز حاجه من فيه. حتى دلوقتي يقول لك مش عايز حاجه من ربنا، هيجيب لي ايه ربنا؟ فبيقول له وصي الاغنياء في الدهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجائهم على غير يقينيه الغنى. يعني ما يحطوش رجائهم في المال، غير يقينية الغنى، نفي النفي هنا. يعني المال أو الغنى ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش يقينية، يعني ما فيهوش حاجة يعني يقين، هي اللي هو حاجة مؤكدة، يعني كلها زي ما بنقول بخار، حاجة مش مضمونة،
حاجة مش مضمونة. لا يلقوا رجائهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. شوفوا ربنا بيمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، يعني ربنا مش هدفه ان احنا نبقى عايشين ميزربل، ده ربنا بيدينا كل حاجة عشان ايه؟ عشان نتمتع. بس التمتع اللي ناخده من ربنا ناخده واحنا شاكرين، وربنا يفرح بشكرنا ده، وربنا نسبي. تمتع نسبي على فكرة. وحتى لو حد، ما هو حتى لو حد عنده مال، يعني مش مقصود ان احنا نبقى كلنا فقراء، ولكن حتى لو حد عنده غنى ولكن شاكر ربنا عليه ومش مستعمل متكبر بالظبط، وبيستعمله وبيستعمله بطريقه مظبوطه، ودايما شاكر ربنا وبيستعمله في لصالح ربنا، ما هو ربنا مش يعني بيحب كده، مش هيزعل من كده. فعشان كده اذا كان ربنا هدفه ان احنا ايه، يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وان يصنعوا صلاحا، وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه. يعني كتير قوي الكنيسة فيها امثله كتير قوي ناس اغنياء، ولكن استخدموا غناهم بطريقه ايه، بطريقه مظبوطه. وفي نفس الوقت نكون اغنياء في اعمال صالحه، اغنياء في اعمال صالحه، وان يكونوا اسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياه الابديه. نفس الاكسبريشن تاني هنا، قال له امسك بالحياه الابديه التي اليها دعيت. وهنا يقول له لو احنا سلكنا في الاعمال الصالحه ونكون اسخياء في العطاء وكرماء في التوزيع، نقدر نمسك بالايه، بالحياه الابديه. يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس. الوديعة اللي هي الإيمان، احفظ الوديعة هنا يقصد بالإيمان المظبوط اللي انت استلمته. يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي استظاهر به قوم زاغوا عن جهة الإيمان. النعمة معك أمين. فآخر آية بيقول له احفظ الإيمان الصالح اللي أنت استلمته، الوديعة، ويعرض عن الكلام الباطل والمخالفات، وقلنا زي ما قلنا العلم الكاذب الاسم الذي استظهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. النعمة معك. يعني أنا عارف إن إحنا الجزء الأخير ده خلصناه يعني شوية بسرعة، بس هو يعني أعتقد الكلام موضح نفسه، الكلام كلام مش صعب. إنما لو حد عنده سؤال اتفضل، يعني ممكن لو حد عنده أي حاجة عايز يعني الأول كان بيتكلم على حقوق الأرملة والأرملة الحقيقية، وقسم الأرامل إلى فئات، مش كده؟ بالضبط، قسم الأرامل إلى فئات، ومين هم اللي ممكن يكونوا الكنيسة المفروض الكنيسة تتكفل بيهم. والمتنعمة دي أنا كنت فاهمها غلط، أنا فاكر المتنعمة دي اللي هي مش محتاجة حاجة، مش أتريها متنعمة بعيدة عن ربنا خالص يعني. المتنعمة المقصود بيها مهتمة بنفسها يعني، بالعالم باللي فيه مش سي حازم خالص خالص. شو سمير، في أي تعليق؟ لا حبيبي، الله عوضك الله عوضك.